اليوم معنا رئيس الجمعية وهو رامي مجذوب. صباح الخير رامي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. رح نبدأ معك فأذن شوي لنعرف المشاهدين يعني عن الجمعية بالبداية اللي عمرها طويل بالخارج إنما بلبنان بعدها فتية عمرها بس سنة واحدة. خبرنا كيف بلش العمل عليها وكيف تأسست. صراحة هي مثل ما تفضلت الجمعية يعني نحن استوحينا الفكرة من الخارج إنه في لها ربع مليون ممبرز بالعالم، ولقينا هي مبادرة كتير حلوة إنه نقدر نخلقها بلبنان لأنه هي بتشجع روح القيادية عند الشباب، وأسسناها السنة الماضية بلبنان أخذنا رخصة، والسنة أطلقنا نشاطاتنا بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور فتفت. نعم. ومبارح كانت في مناسبة كتير حلوة للي تفضلتي وذكرتيها، اليوم العالمي للي الأنتي توبيكو داي. فبهالمناسبة حبينا ارتقينا أنه نعمل شيء معروف برالي بيبر. إن معادتنا رالي بيبر مثل ما بتعرفوا بيكون بالسيارة، هالمرة كان رالي بيبر باي بايك أو باي فوت يعني على دراجات الهوائية أو على سيرا على الأقدام. صحيح. نعم. وكيف كان مبارح؟ يعني أنتوا أجلتوه مبارح لأنه الطرقات بتكون بتسمح أكثر أنه يكون في هالرالي بيبر، كيف كان التعاطي مع الموضوع؟ يعني كيف لقيتوا إقبال؟ للأسف نعرف في نسبة كبيرة من المدخنين من كل الأعمار شباب وكبار، إنما بالنسبة لمبارح والفئة العمرية اللي شاركت، كان عندكم أكيد أول يعني سبب أو أول يمكن شخص ممكن يقدر ينتسب لألكم لازم يكون غير مدخن، ما هي؟ يعني نحن ما فينا نضبط شو بيصير بالكواليس، انما اكيد بالنسبه للمشاركه امبارح كان اذا كمشنا واحد عم مدخن اكيد كان بيكون دغري ديسكواليفايد من المنافسه يعني. لا امبارح كان نشاط كثير حلو، شارك فيه شيء 150 ناس على الدرجات الهوائيه او على سيرا على الاقدام، كان في اربع خمس مراحل بدهم يجاوبوا فيهم على اسئله مختلفه، انطلقت من عين المريسه سيرا لبلس وبعدين الفينش لاين كان بيرجع بعين المريسه. وربح الفائزين شو ربحوا؟ الفائزين ربحوا طبعا كان هن فريق طلاب من الاي يو بي ثابت عندهم خبره بهالشيء. ربحوا يعني جوائز تليفونات سيلولر اماونت صغير مبلغ صغير من الكاش، يعني هو الهدف منا كان اكثر انه المشاركه والتوعيه اكثر منا انه اكيد اكثر منا انه الجائزه بس باكد لك انه الطلاب كمان ربحوا يعني. كمان امور كمان تربويه متعلقه كمان بالجامعه بعض الجوائز البسيطة يعني المتعلقة بالجامعة أيضا يعني هذا فيما ما يخص النشاط تبع امبارح كنا مركزين أكثر السبونسر له علاقة بمجال الصحة لأن نعم. كان في كمان معنا دعم من وزارة الصحة نعم. فأكثر كانوا شركات عم فارماسيوتيك أو يعني الموضوع التربوي بيكون هذا ممكن نجيب له بغير نشاط يعني. طب امبارح بلشتوا على صعيد جيد جدا على صعيد الشباب ومشاركه، انما قديش ممكن تلعب الجمعيه دور بانه تقدر تفرض نفسها ايضا بالقطاع الخاص بالقطاع العام، يعني تروحوا على الشركات نفسها تحاولوا تقنعوا الموظفين وايضا على صعيد الرؤساء انه يوضعوا فعلا اماكن مخصصه للمدخنين وفعلا يتركوا المكان اللي هن موجودين فيه ويقوموا على مكان مخصص ويحطوهم بمحل فعلا مزعج لحتى يتربوا شوي، ما هيك؟ ولا ما في مجال؟ كرهوني كل المدخنين. لا غيدة بتشكرك على السؤال بالفعل لأنه هيدا أهم شيء اللي نحن بنريد نوصل له، أنه مبارح النشاط كان بس للتوعية، إنما نحن إذا بدك عم نشتغل من ضمن إطار معين. يعني السنة الماضية حصل ببانكوك مؤتمر عالمي للصحة وكان من خلاله في توصيات أنه يكون في سوري اذا عم استعمل شوي عبارات انجليزي انفولفمنت اكثر للقطاع الخاص انه يكون في تدخل اكثر بالقطاع الخاص. فنحن هذا اللي عم نحاول انه من خلال هالشراكه اللي بنعملها من نحن اليوم 100 عضو كجي سي اي كل واحد بيشتغل بشركه خاصه اكثريتنا بشركات خاصه مش بالدوله، فكل واحد كبدايه اتليست من خلال الشركه اللي هو بيشتغل فيها يحاول يخلق اطار عمل تنوصل نحن يعني مثلا بالشركه اللي انا بشتغل فيها صار عندنا في عندنا نون سموكينج بوليسي معممه على الكل، مثلا واحد معنا بيشتغل ببنك تاني كمان يعني عم يقدر يعني يحقق نتيجه بالمكان اللي عم يشتغل فيه. صحيح. اول شيء بتبلش على صعيد فردي بعدين نعملها بشكل منظم اكثر و مؤسسات. يعني اقول لك ممكن انجح بيوم من الايام انا مثلا اقدر احاول اقنع الاشخاص اللي حوالي انه يكون عندهم بس مكان محدد للتدخين.
هلا انت يمكن مهمتك اصعب شوي. ما هيك؟ بتعرف رامي، يمكن دائما بنقول يعني على الصعيد الصحي على الصعيد الاجتماعي انه دائما التدخين بيأذي الشخص نفسه، بيأذي الاشخاص اللي حواليه، وقد ما بتقول لهم فرجيهم سنين مخيفه ووجه مخيف ورئتين مخيفتين يعني ما في شيء بيمنعهم ابدا. انا ما بدي اكون هجوميه يعني ولا عدائيه، بالعكس هذا خيار شخصي لكل الاشخاص، انما دائما بنقول انه من الصعب جدا انه تقدر تقنع مدخن انه يوقف عن التدخين، لهالسبب بنحاول نخلق له يمكن بدائل انه نقول له عندك هالمكان المحدد انه تقدر تدخن فيه. بتحس انه ممكن مثلا يكون في فئات عمريه تقدر تتعاون اكثر معكم؟ بالتاكيد هلا هي التوعيه كل ما بلشت ابكر كل ما بكون احسن، يعني نحن مشان هيك امبارح نشاطنا كان شبابي، مشان هالشباب يرجعوا يحملوا رساله بعدين على يعني بعد ما يتخرجوا من الجامعات كمان على مؤسساتهم، كمان بيكون بعد اهين صار انه نحن سهلنا مهدنا الطريق اذا بدك. يعني بلشتوا انتم معهم. طب نحكي عن موضوع دائما يمكن بنفكر فيه واللي هو انه بنعرف انه شركات الطبخ هي من اكثر المعلنين بكل الامور، يعني بثلاث ارباع الاشياء يعني خاصه وسائل الاعلام بالنشاطات الكبيره، النشاطات الرياضيه الكبيره بيكون في دائما وجود لشركات الطبخ واللي بتكون بتدفع اموال كثيره. هل هالشيء ممكن يشكل صدام ما بين مثلا جمعيه جي سي اي، او انه ممكن تحاولوا تتفادوا هذا الموضوع وما يشكل عندكم اي مشكله؟ لا بالتاكيد نحن يعني هدفنا مش انه نتصادم مع حدا يعني. بس انما انا بلاحظ مثلا اذا بناخذ كمثل بعض البلدان الثانيه مثلا مثل فرنسا اللي بتصور ممنوع فيها التدخين بالاماكن العامه، كمان بالاضافه بتصور كمان الاعلان عن الاعلانات عن الدخان ممنوعه يعني. صحيح. صاروا يحطوا على علبه الدخان التدخين بيقتل والتدخين مأذي جدا. صحيح. بس صاروا بيشتروا علبه الدخان مع هاي الصوره، صارت انه ديكور يعني. فبتصور في طريقه انه الواحد يوصل لحال يرضي الكل بدون ما يتصادم، يعني انه بيكونوا متفاهمين، يعني يخلق اطار معين للتعاون، يمكن هن حتى يمولوا لهالحمله. خلينا ننقل شوي لموضوع مختلف واللي هو موضوع ايضا يعني بيدخل ضمن اطار نشاطكم كجمعيه واللي هو نطاق متعلق بنشاطات لرجال الاعمال على صعيد يعني الشبابي اكثر. شو عندكم هلا لانه في مسابقه على الطريق؟ صحيح. هلا نحن كوننا انه جمعيه هي جمعيه للشباب للي هن الشرط الوحيد للانتساب لها يكونوا بين 18 وال 40 سنه، ويكون عندهم روح المبادره والروح القياديه، انخلق عندهم يعني روح المبادره. نعم. عملنا هلا اطلقنا مبادره البست بزنس بلان الكومبيتيشن للي هي مين ما كان بين 18 وال 40 سنه ممكن يقدم شو عنده مشروع لحتى يخلق شركه، يقدمها للجوري للي هو كثير نحن كونا جوري كثير كريدبل. نعم يعني عنده مصداقيه، وعنده عنده مصداقيه من مختلف القطاعات المؤسساتيه والشركات الخاصه. نعم. سي او من الشركات الخاصه. الديدلاين اخر مهله لتقديم الطلبات هو 12 الشهر الجاي. نعم 12 حزيران. صحيح 12 نعم. حزيران. بعدين فيما بعد اخر اواخر حزيران بعد ما يكون بتب كل الطلبات للي حيربح معنا حيربح معنا اول شيء حنحاول انه نخلي انه مشروع يصير حقيقه. نعم. يعني بالاضافه لمبلغ رمزي من الكاش حيربحوا، حنقدم له بالتعاون مع شركه باريتاك اول سنه اجار بلاش حتى يقدر يعمل شركته تصير حقيقه. نعم. الاجار وملحقاته يعني السكرتيره والانترنت اكسس يعني كل شيء بيحتاجه لياسس يعني نوعا المواد الاوليه اذا فينا نقول لمكتب. بالإضافة إلى رحلة على سيول بعاصمة كوريا الجنوبية، لأنه المؤتمر العالمي تبع الجي سي آي حيصير هونيك بنوفمبر 12 نوفمبر، فكمان ممكن يروح ساعتها الشخص هونيك ويربح الجائزة الأولى عالمياً. مع ما يتضمن أكثر هذا من إكسبوجر عالمية أكثر، وممكن مستثمر دولي يجي يشاركوا بمشروعه هذا. كمان يقدر يدخل ضمن الإطار العالمي لأنه صحيح. جي سي آي هي صار لها 60 سنة. صح. 120 دولة. صح 120 دولة وتقريبا ربع مليون عضو عالمي، وصاروا ربع مليون و100 شخص ما هيك بوجود. صح. المنتسبين من لبنان. هلا التشابترز اللي موجودين هن تشابترز بطرابلس وببيروت. صح. الأشخاص اللي حابين ينضموا لكم كيف ممكن يقدروا يشاركوا؟ وين بيتوجهوا؟ كيف قادرين ينتسبوا مثلا إلى الجمعية؟ هلا كمرحله اولى اللي موجودين ببيروت او بطرابلس بيتصلوا ب رؤساء جمعيتنا بطرابلس او ببيروت. نعم. وهدفنا ان شاء الله نتوسع على المناطق اللبنانيه كافه، يعني يصير عندنا جي سي اي صيدا، جي سي اي بعلبك، يعني يكون
ديسنترلايزد تحت تمدد لحتى تكون نغطي كل المناطق اللبنانيه ونشجع هالروح القياديه عند كل